يا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، 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 محمد. شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سنتين مدينة، الحمد لله، الحمد لله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك يا رحمن
والنعمة لها العيود يا شريك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايش تفاجا؟ الجمعة قبيتة في المدينة المرشد اسمه فلتنس سلم المرشد مغير محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا سيدي واللي عجز معك معذور لا صار ما يعرج للافلاك وتزاه لا صرت مبرور ومن الذنب مغفور والله مدحت بمنزله وشلال شعار يا سيدي واللي عجز معك معذور صار ما يعرف دلالك وتزار نصرت مرور من الذنب يا غارة الجبار في يوم ذي وبصار أمه لا بغات كيف البصار يا سيدي يا سيدي obwohl es ein Berg ist, aber er liebt uns. Und es gibt auch ein Hadith, was der Rasul sallallahu alaihi wa sallam, er und Abu Bakr, Umar und Uthman radiallahu anhu drauf waren. Auf einmal, Jabal Uhud hat gewackelt und was für eine Freude. Qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Uhud sei stabil, Inna alika, Nabiyyun, wa Shahidayyun. Ja, das ist okay. Ja, Hauptsache, dass Jabal Uhud, hier ist auch diese Marke Uhud passiert ist. In diesem Berg, wo die Sahaba drauf waren, wo Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, dürft ihr gar nichts machen, dass ich etwas euch sage. Hier. Lakin aber, die Sahaba, die haben gesehen, dass Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gewonnen hat von Anfang an. Und dann die haben ihre Plätze verlassen. Und mit einer Sache, die nicht am Schluss gehört haben, die Muslime in diesem Krieg verloren haben. Was kann man lernen? Wie viele Sachen von uns am Schluss gesagt hat, folgen wir ihm auch nicht. Wegen einem Fehler, da haben wir verloren. Wegen einem Fehler, da haben wir verloren. Aber heißt nicht, dass Muslime, die in diesem Krieg verloren haben, da haben so viel normaler Wasser gewonnen. Ja? Und hier ist auch ein Friedhof, wo 70 Sahabe sind.
خلاني اسمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. حمزة أونكل في محمد صلى الله عليه وسلم متأخ زي العودة فلسطين. حمزة اسم أونكل في محمد صلى الله عليه وسلم متأخ بلايس سادس أخ زي العودة. يجيب زبتش في جزاك زبتش الشهيد خلاني حمزة ابن عبد المطلب أو حنظلة ابن أبي عامر متأخ عمرو بن جموح متأخ عبد الله بن جابر زين غوص غوص صحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم هي أو عاد زين تين في اللو عاد زين تين في اللو بيكون بس وبيكون تسوية مسلمة بعد تسوية إيش إيش أكون صحيح بين أفريقيا استعوق فيها مسجد قباء بعد اللي ان شاء الله يس سبع ركعات مخن بس كده وبين دو عمره كما خص سبع ركعات عمره في لونه ان شاء الله ام جنس تاك بعد اللي فيه فان كيف السنة باش انت سوخ لهم ذاك ركعة ولا ايقال سوما ايقال في دوبلس سبع ركعات مت بلش سوغة بغاوخ سوما بلست اسيس كان بروبليم وان شاء الله سبحان الله بيقزاك تازو ام جنس تاك بعد اللي فيه نخ مكة فان الفيد غيش يصير بس مدوان زو في الأشترين قد أخوان بسين أبا هي سبع ركعات هسو ديز بلون ونكون عمره أبا ديش تسو ذاك أوكي الحمد لله بيها بيش هزو عمره قمار إشفاء الفخ مزو نخوزة ناين بلون ونكون كش خيبن ها أبا ديز إن شاء الله عم ديز ساك فيد مي أخص مخن أوكي مزمع مياه لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على الأفياء ماطر صوته يروي قلوبا وخواطر نفعه عما البوادي والحواضر قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال املأ الأرواح حبا أبيضا وانسى آلاما قضت فيما مضى هذه الأيام تحلو بالرضا قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال
لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. كن كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وخواطر، نفعه عم البوادي والحواضر. قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. املأ الأرواح حبا أبيضا، وانسى آلاما قضت فيما مضى، هذه الأيام تحلو بالرضا، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. كن كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وخواطر، نفعه عم البوادي والحواضر. قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر. دخل معكم مدينة Sobald die Kamera ist, ist man nervös. Warte. Wo ist der? Hey, gibt's noch was? Wo ist der? Ich bin gerade noch hier. Das ist bestimmt so. Und? Wo ist dein Dach? Wo ist dein Dach? Das kann man mitnehmen, ne? Irgendwo? Nein? Wenn du mal so mal, dann nehme ich so 3 Kilo. كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وخواطر، نفعه عم البوادي والحواضر. قم بنا وانظر لآيات الجمال،
قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أن في وجهي. إن شاء الله. Wir fahren jetzt mal 8 Kilometer von hier entfernt und dann müssen wir uns umziehen, duschen und alles. Und dann geht's los. Ich glaube, ich werde mal. Ja, dann gut. Geht's hier runter. Geht's hier runter. Runter. So viel Schädel, ihr könnt ja hier. Also, die Karte, ja. Wo geht er hin? Was? Spaß. Jetzt geht's nach Mekka. Ciao. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك جمال Ali, was passiert? Bremer Reifenwechsel, Bruder. Dieser Busfahrer, was soll ich sagen, bester Busfahrer. Ja, und dann geplatzt. Kein Wunder, Reifen, 50 Jahre. Kein TÜV, nix. Nix wie Deutschland, TÜV. Aber guckst du da, VIP steht drauf, 5 Sterne. Aber Bus kaputt. VIP, mashallah, aber gut. VIP, VIP.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك طيب قال حل
السلام عليكم. السلام. يا بغداد زنا ماكدونالدز هاوس. Wer was für ein Berg ist das? Das ist der Berg, wo man uns klar sehen. Ja. Als er von Makka nach Medina Häuser gemacht hat. Ja. Hier ist es versteckt. Er hat es versteckt mit dem Bagger. Ja. Ah, da oben sind noch Leute. Thank you.
man das Spiel. Doch. Ach, der kann. Hallo, wohin? Hallo. Wohin? Zurück in der Frankfurt. Depri. Depri-Pass. Ey, einpacken. Alhamdulillah. Wohin? Jetzt geht's wieder nach Hause, inshallah. Umrah hier verbracht gerade, letzte Runde Tawaf gemacht. Jetzt nochmal hier schnell die ganzen Klamotten nochmal ordnen. Und inshallah gleich Richtung Heimat. Traurig, aber wahr. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und zwar, wir befinden uns jetzt gerade in Mekka. Wir hatten hier schöne 14 Tage und der Bruder Aykut wollte hier nochmal ein bisschen was dazu sagen, inshallah. Und ja, Aykut, erzähl mal, Bruder, wie hast du die letzten 14 Tage hier in Medina als auch in Mekka erlebt, inshallah? Zuerst mal, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Ja, alhamdulillah, war sehr schön. Wir waren zuerst in Medina. Ja, es ist eigentlich unbeschreiblich. Auch unsere Geschwister, wir haben uns mal beraten, was sollen wir denjenigen in Deutschland sagen. Da ist uns nur ein Satz eingefallen und das war, jeder muss das selber erleben und sehen. Ist jetzt traurig, jetzt müssen wir wieder zurück ins Lochland oder wie man es auch nennen möchte. Und ja, inshallah wird uns Allah, unseren Iman dort auch noch so beibehalten. Amen. Und ja, ich kann euch allen nur empfehlen, hier nach Medina und Mekka zu kommen mit dem Sheikh Abdel Latif, mit Abu Sami. Und ja, war eine lustige Zeit. Man lernt viel dazu, wenn man zusammen aufsteht und zusammen aufwacht. Man lernt neue Brüder kennen, wie den Abu Suhail. Ja, und... Ja, Abu Suhail, sag du doch mal ein bisschen was. Erzähl du doch mal was. Alhamdulillah, was soll ich dazu sagen? Also, ist auf jeden Fall eine, Alhamdulillah, eine sehr, sehr gute Sache. Also, jeder, der vorhat, inshallah, auf Allahs Weg zu sein und was Gutes für seine Religion zu tun, der soll inshallah sich diese Reise vornehmen. Und also wie der Bruder schon sagte, das kann man schwierig beschreiben, inshallah. Also Medina und Mekka, das muss man einfach erleben. Und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Erfahrung, das Grab von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu sehen, die Masjid von ihm, alaihi salatu wassalam. Mekka, Masjid al-Haram, alle Gebete hier zu verrichten. Und das ist ein wunderschönes Gefühl, morgens aufzustehen, Fajr in die Moschee zu laufen und Tausende von Muslimen zu sehen, wie sie zum Gebet rennen. Alhamdulillah, das ist eine Ni'ma von Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Das kann ich dazu nur sagen. Alhamdulillah. Ya Allah. رسول الله لا إله إلا الله محمد 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 رسول الله لا إله إلا الله إلهي واسع الكرم
ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي. ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي. ضيوفك بالحما نزلوا بخير الأشهر الحرم وجئتك في ركائبهم إلى برد المتى بضمي إلى برد المتى بضمي. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم. هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم. طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي. ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي. ضيوفك بالحما نزلوا بخير الأشهر الحرم وجئتك في ركائبهم إلى برد المتى بضمي إلى برد المتى بضمي. إلهي واسع